تكون كالذين آذوا موسى فبرأه الله. من بالخطاب له؟ له الإمام. وقال في آية أخرى في قبل هذه إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الله أكبر. حاول وجاهد نفسك ألا تؤذي أحد، حتى نفسك زي ما تفضل الأخوان. نعم. أعمانك في يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فلذلك الأذية الآن يعني بقدوم رمضان مثلا، خلنا نأخذ مثال، بعض الناس يؤذي الناس في المسجد في رمضان. الله أكبر يا رب. بالأكل يأتي رائحة ثوم وبصل، وإخواننا الله يهدينا وياهم، الله يهدينا وياهم، يعصمنا وياهم، عند باب المسجد يؤذي بروائح وبملابس وبأشياء، لو أنه بيروح المناسبة ولا كذا، ما يعني والله أنك أحيانا تضطر أنك تقطع صلاتك من يؤذيك من جوارك في الصلاة. أعوذ بالله. إذا كان هذا يؤذي البشر إذن يؤذي الملائكة. صح. يؤذي يا أيها الذين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. بعض الناس يؤذي الناس في الشارع، يعني الآن النعم الآن ستتوالى وستزيد في البيوت وخاصة اللي في أطراف الوديان، وأنا أشاهدها يرمون أكل أمام ضعفاء عمالي، يأتي العامل المسكين اللي جاي مكافح مخلي أهله ويلقى أطعمة وتمور مرمية عند الزبائن، أليس هذا من الإذى؟ ألا. ثم عاد تأتيك عاد القطط والكلاب وكذا والثعابين، ثم تهجم على البيوت وتهجم وإزعاج وإيذاء، أليس هذا من الإذى؟ يقول الله أننا نحفظ النعمة، ما حفظت النعمة بل آذيت بالنعمة. نعم. أيضا إذن انتبه لهذا، في المسجد في الشارع، بعض الناس يؤذي نفسه في بيته مع أولاده بالكلام البذي بإدخال أشياء لا ترضي الله ولا رسوله، ويعني يؤذي زوجته والزوجة تؤذي زوجها. فأقول حقيقة الله سبحانه وتعالى أمرنا بعدم الإيذاء، وورد التحذير الشديد من والعقوبة الشديدة في قضية الإيذاء. إذا في السيارة، كم من إنسان تسبب ناس ماسك لي الجوال ويتفرج ويسبب حوادث، أليس هذا من الإذاء؟ إلا بلى. يقطع الإشارة، أليس من الإذاء؟ إلا والله. يعني أشياء كثيرة، فانتبه رعاك الله وانتبه أن تؤذي أحد، فإن الله قريب سميع، ورب دعوة مظلوم تفتح لها باب السماء بأذية، ثم ينتقم الله سبحانه وتعالى من هذا المؤذي بدعوة. جزاك الله خير يا ابو نايف، والله يرفع قدرك وينفع بك يا رب العالمين. ابو حسان تفضل. بعض الاشخاص سبحان الله ما ان يدخل مجلس جماعته او مجتمعه الا ضحكوا، كلهم ادخل السرور عليهم، شخصيه معروفه انه ايش؟ دائم يدخل الفرح والسرور، وبعضهم سبحان الله وجه نكبه، من يوم يدخل تغيرت وجيههم وما احد يبغاه جنبه. والله انك صح. والله حقيقه. طيب اذا كان هذا الفرح انت تفرح الله، وما هو فرح عادي، فرح شديد، في حديث مسلم يقول عليه الصلاه والسلام لله اشد فرحا بتوبه عبده. ففرصه الان وحنا نستقبل رمضان ان نتوب، لكن لا تكون توبه الكذاب، توبه الكذاب ما تقبل. الله يقول كبر مقتا عند الله ان تقولوا استغفر الله واتوب اليه ولا زال على قاطع رحم، استغفر الله واتوب اليه ولا زال على مشروب محرم، استغفر الله واتوب اليه ولا زال عاق والدي. هذا ما ينبغي. الله جل في علاه يقول وتوبوا جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون، الفلاح على درجات الفوز. ففي الحديث هذا اللي اورده الامام مسلم لله اشد فرحا، ما اعظم ان يفرح الله، اشد الفرح بهذه التوبة اللي تبتها تستقبل رمضان هذا الشهر المبارك، فتدعو لك الملائكة عند الله ويكتبك الله ممن يحبهم، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، لكنك لا تكذب على الله، توب توبة صادقة، توبة نصوحة الله يعلمها جل في علاه، تستقبل هذا الشهر اللي حين سمعنا هذا الرويس أسأل الله أن يغفر له ويرحمه وأموات المسلمين. كم نسمع من ذا البشر، ترك واحد منهم البشر هذولا، فاحرص انك بعض الخلق يقول الله من يسلك الجنه بغير حساب ولا سابع عقاب، وفي رصيده مئات من البشر مخاص منهم، الا بتوقف يوم القيامه تطول تسال مع ذهم مع ذهم مع ذهم.
فقلل، لا ياتون واجد، اقل شيء يفرح انهم يقولوا. فتوبه واعظم المظالم مظالم العباد. الله من كرمه يغفر اللي سويت له، الله يغفر كل شيء. كم نؤذي الله عز وجل، ولذلك جاء النداء في الايه: يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين اذوا. نداء للمؤمنين. الواحد يسوي له صنفره وفلتره قبل رمضان، يشوف وضعه ويعتبره في القبر، يعتبرنا في القبر، كان نفسه منكر ونكير، يسأل نفسه كم أنت مخاصم، كم معك من المآسي، كم معك استقدم على الله به، إيش رصيدك من أعمال جملك من الله. الآن الله جل في علاه يحبك أشد الحب يوم، ويفرح بك يوم أن تتوب إلى الله توبة نصوحة صادقة يرفعك وينفعك بها. أسأل الله يجعلنا وإياكم من التوابين ويغفر لنا ولكم، وصلى الله على نبينا محمد. شكرا أبو حسان على هالتنبيه اللي ما حد ينتبه له، يمكن أنا واحد من اللي ما ينتبه له. هو تنبيه بسيط، أنك إذا تبت لا تكذب على الله، تب التوبة الصحيحة، وهذه الله يبيض وجهك ويكتب أجرك ويجعلها في ميزان حسناتك. ختمت بسورة الأحزاب: ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات. طيب هل أنا في درجة الإيمان ولا الفسق ولا أقل؟ إيش عندي؟ إيش علومي؟ لازم تشوف لك المسألة. yes. خطيرة، خلود في نار ولا خلود في الجنة؟ ليست المسألة تجربة ولا شوف إيش حن عليه. نعم. هذا لقاء مع الله. الله يجزاك. فرصة في رمضان لله يفرح بتوبتك. الله يتوب على التائبين. أسأل الله يبلغنا وإياكم رمضان، ومن يشوفنا يا رب العالمين تقبل منا ومنكم، ويعيننا على صيامه وقيامه يا رب العالمين. آمين. أبو عمر سن. أقول ترى أبو نايف نبه تنبيه جميل اللي نعم. هو إيذاء الناس في رمضان. الناس يفرحون تفطير الصائم، وكثير من الأسر يجتهدون ويطلعون شيء للمسجد عشان الناس يفطرون فيه. في تعميم ممنوع أن الأكل أنه يدخل داخل المساجد. نعم. روائح الأكل في المسجد ما يصلح. الناس الآن يعني بعد العشاء بيجون يصلوا العشاء وبيقبلون على صلاة التراويح، لما يجون يدخلون المسجد وريحة الزفرة شيء مهم مقبول. لذلك من الأذية يعني أنه يدخل الأكل في المسجد، هذا من الأذية. واللي يبغى يفطر ولا شيء يعني يكون خارج المسجد. وزيدك من الشعر بيت أبو عمر.